تحياتي لكم جميعا. اولا اسمحوا لي ان اتشارك معكم في العزاء لوفاة الشاعر الكريم مظفر الثورة، شاعر الثورة بل شاعر كل الثورات، الله يرحمه ويجعل مسكنه في الجنة. ثانيا اولا اوجه تحية لكم ومن خلالكم الى اهلي في العراق الحبيب. بدير لكم انه انا في علاقة بيني وبين العراق علاقة حب قديمة، علاقة حب يعود تاريخها الى ما قبل الثمانينات وما قبل الثمانينات، يعني علاقة حب بدأت بعمل والدي الذي كان يتردد على العراق ثم اطفالا صغارا كان يعمل في تجارة التفاح، كان يأتي الى العراق مع بعض اللبنانيين الذين يحملون الى العراق والى الشعب العراقي هذا التفاح اللذيذ من جبال لبنان. ولكن مرة بعتقد في بداية الستينات حصل امر بين العراق وسوريا فأقفلت الحدود وكانت الشاحنات المحملة بالتفاح من قبل والدي على الحدود ففسد التفاح ونكب وأصيب بخسارة كبيرة.